خلاص هقول طيب، عادي. وكلمتك الأخيرة للناس الذين تهكموا على الحب والزواج والذين تهكموا بعد الوفاة، يعني إنك بالفعل أمام قصة حب حقيقية، وإنه البعض يحاول أن يلوثها بهذه التعليقات السخيفة والمنحطة. هل ده إحنا أمام قصة حب حقيقية فعلا؟ عايزة أقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والحمد لله. يعني ربنا، يعني أقول لك، يعني مش عارفة والله، يعني أقول لك، أنا عايزة أقول لك إن هم ربنا شال منهم نعمة الحب الحقيقية. يعني هم ما حبوش ولا عرفوا يعني إيه معنى الحب، فدي بحد ذاتها كارثة. فلما لقوا قصة حب بالشكل ده فما صدقوش، وما صدقوش، ما صدقوش، لأنهم أصلا ما يعرفوش حاجة عن الحب. للأسف يا أستاذ وائل، إحنا في زمن مفيش حب أصلا. هم يعني أنا برضو بعذرهم، لأن هم ما يعرفوش حاجة عن الحب، ولا عاشوا الحب، ولا عرفوا حاجة اسمها رحمة. أنا بقول لهم ارحموني، أنا كنت بكتب لهم أقول لهم ارحموني. ده بعد جوازي بأسبوع كتبوا إن هو سعيد صرافيه في العناية المركزة. بعد اسبوع من الجواز، بعد اسبوع هو كان بيشوف الكلام ده طبعا، يعني كان بيقرا في الجرايد وبيشوف اكيد طبعا كان بيشوف. يعني بيقول لي بص النبي كاتبين ايه، اقول له ما تزعلش يا سعيد. يقول لي ازاي بس ما تزعلش، ده جمهوري، ده يعني ده جمهور ينفع كده؟ اقول له ما تزعلش، معلش حب الشباب. طبعا كان بيزعل، طبعا طبعا كان بيزعل. الله يرحمه، بس يا رب يكونوا هم ارتاحوا، ويكونوا هم بس كده يعني خلاص بقى الحقد والغيرة والشماتة يعني تكون أخدت وقتها وزيادة. يعني احنا من 15/8 من فرحي لحد وقتنا هذا، والكلام على سعيد ترابيك وسارة طارق، سعيد ترابيك وسارة طارق، من ساعة ما كنت عندك يا أستاذ وائل لحد وقتنا هذا. وعايزة أقول للناس اللي بتعمل صفحات على الفيسبوك باسمي، أنا ماليش أي أكونت على الفيس، أنا كرهت الفيس، كرهت كل الإنترنت. انا ماليش اي اكونت ولا اي صفحه، اي حد بيتكلم باسمي انا غير مسؤول. سارة طارق بتوجه